بسم الله الرحمن الرحيم. وصلنا وياكم إلى Force Method of Analysis بالنسبة للتراسيس. احنا في المحاضرات السابقة أخذنا Force Method بالنسبة للبيم وبالنسبة للفريم، وفي هاي المحاضرة إن شاء الله راح نشوف شلون نستعمل Force Method لإيجاد القوة الموجودة في منبر إضافي في التراسيس من خلال بعض الأمثلة. لاحظ هذا الاكزامبل يقول determine the force in member AC of the truss shown. لاحظ عندي هذا التراس، إذا أجي أفحص الديتيرمينسي مال هذا التراس راح ألقى أنه هذا، بما أنه هو يريد AC فأعتبر هذا الـ AC هو منبر إضافي، اللي بسبب وجود هذا المنبر أصبح التراس هذا غير محدد من الدرجة الأولى. فمثل ما سوينا احنا بالنسبة للبيم والفريمز، راح نقسم أو نحول الشكل الكلي إلى شكلين: primary structure و redundant applied. بالنسبة لل primary structure احنا لازم نزيل أو نحذف المنبر الإضافي بالنسبة للتراس، كما كان بالنسبة للبيم كنا نحذف احنا السبورت الإضافي. هنا نجي نحذف المنبر الإضافي اللي هو AC. ورا ما حذفنا المنبر الإضافي لازم نجد دلتا AC. هسه راح نشوف شلون نحسب دلتا AC زائدا redundant FAC. لاحظ احنا اعتبرنا بما انه احنا حذفنا هذا المنبر AC، لازم نسلط احنا يونت لود بهذا المنبر باتجاه المنبر اللي كان موجود سابقا AC. فاحنا فرضنا تنشن وخلنا يونت لود باتجاه التنشن، فمقدار الدلتا اللي هنا راح يصير عندي هو FAC في F small، هاي مقدار الدلتا نتيجة لتسليط unit load في member AC. F يعني الدلتا ل AC ل member AC نتيجة لتسليط unit load في member AC. اوكي، فهذا كل هذا المقدار يساوينا دلتا داش AC. فإذا دلتا AC راح نخليها تساوينا دلتا داش، فبالتالي لاحظ نطبق هذا القانون، احنا نجي نعتبر دلتا اي سي موجبة نفس الاشارة، كانوا مثل الاستطالة اللي راح يصير هنا، احنا فرضناها استطالة. فدلتا اي سي زائدا دلتا داش اي سي اللي هي اف اي سي في اف سمول اي سي اي سي يساوينا صفر. مثل ما اخذنا احنا بالنسبة للتراسيس، راح نقول دلتا اي سي يساوي لنا سيجما ل ان سمول ان كابيتال ال على اي اي. لازم نجي نحصل ان كابيتال بالنسبه للريال فريم او ريال تراس نتيجه لتسليط الاحمال الحقيقيه، راح نحسب جميع القوى الموجوده مثل ما فعلنا سابقا، راح نحصل ان كابيتال لكل العناصر. كذلك راح نسلط مقدار يونت لود مثل ما احنا قلنا يونت لود في منبر اي سي باتجاه تنشن، فرضنا احنا تنشن اتجاه موجب، نفرض تنشن يونت لود، وبعد التسليط هذا اليونت لود طبعا نلاحظ انه رياكشنات يصفرا. اوكي، لانه اذا ناخذ عزم حول اي نقطة نتيجة للتسليط هذا اليونت لود فقط، فراح يصفر العزم، فبالتالي الرياكشن يساوي لنا صفر. ورا ما سلطنا اليونت لود راح نحسب القوة الموجودة في المنبرز مثل ما نشوف مقدار سالب 0.6 سالب 0.8 سالب 0.6 سالب 0.8، وهذا مقداره واحد، كذلك هذا مقداره واحد. بالتالي نجي نشوف بما انه عندي منبر اي بي ومنبر دي سي متشابهات، فمقدارها راح اضربه في 2. اوكي، ف
اثنين في n small اللي هو ناقص 0.8 في n capital اللي هي 400 في l إلى المقدار ال l طول المنبر نعطيها بالسؤال 8 feet على EA زائدا هاي بالنسبة لان المنبرين وغنعدي منبر AD ومنبر BC ومنبر DB وكذلك منبر AC. اوكي، فبالنسبة للمنبر AD ناخذ بوينت ناقصا 0.6 في صفر هاي في منبر بي سي، هاي في منبر بي سي في صفر هاي المقدار صفر في ستة، هاي ستة هو الطول على اي اي زائدا هاي بالنسبة للمنبر اي دي وهاي واحد في ناقصا 500 في 10 اللي هي الطول هاي بالنسبة للمنبر بي دي وواحد في صفر في 10 هاي بالنسبة للمنبر اي سي. كل هذا المقدار نجي نبسطه ونجمعهن راح نحصل على دلتا اي سي يساوي ناقص 11200 على اي اي. اوكي، هذا المقدار دلتا اي سي. هسه نجي احنا نحسب دلتا او اف سمول اي سي اي سي، وهو مثل ما احنا تعودنا عندما لإيجاد الدلتا او الاستطالة لل يونت لود راح نشوف انه ان كابيتال هنا كذلك ان كابيتال تسليط ان كابيتال هو نفسه تسليط يونت لود، فبالتالي ان سمول تابع يعني ان كابيتال تساوي لنا ان سمول، فبالتالي هنا نشوف يصير ان تربيع ان سمول تربيع ال على اي اي. بالنسبه لل نفس الخطوات اللي سويناها هنا بس هنا عندي المنبرات متشابهات، عندي بما انه هنا ست منبرز كل اثنين متشابهات فنضربهم في اثنين ف ان تربيع ناقص 0.8 تربيع في ثمانية. هاي نشوف بالنسبة لل AB و DC، ثاني هاي بالنسبة لل BC و AD، وهاي الثالثة بالنسبة لل AC و بي دي، مقدارة وحدة واحدة في الطول هو 10 على اي اي. وبالتالي احنا نبسط الحل ونجمع الحدود ونحصل على اف اي سي اي سي يساوي لنا 34.56 على اي اي. نجي نطبق القانون ونحصل على مقدار FAC هو 324 باوند، بما انه حصلناه موجب يعني اتجاه اللي فرضناه احنا اتجاه صحيح ويكون تنشن. اوكي، تن قوسين خلي علامة تي يعني المنبر يتعرض للتنشن. في مثال اخر determine the force in each member، اوجد الفورس او القوة الموجودة لجميع المنبرات لهذا التراس الموضح هذا الشكل، هذا التراس اذا استخدمنا لاحظ هذا القفيص نقدر نقول لتقصير او حتى الطول اي سي نجي نقصره بمقدار 0.5 انش واستعمل اي 0.2 انش مربع و اي 29 في 10 اس 6 بي اس اي او 10 اس 3 بي اس اي. اوكي، مثل ما فعلنا في المثال السابق نفس الطريقة السابقة راح نحصل دلتا اي سي راح تساوينا صفر بما انه ما موجودة قوة خارجية، بما انه قوة خارجية ما موجودة فبالتالي دلتا اي سي صفر. نتيجة للتسليط هذا الحمل FACAC راح تساوي لنا 34.56 مثل المثال السابق على EA، يعني هذا الرقم جبناه من المثال السابق، لاحظ هذا المقدار. فنتيجة
جمع دلتا اي سي و اف اي سي اي سي راح نحصل على مقدار الشورتنينج اللي كان عندي هو 0.5 انش. مقدار 0.5 انش يساوي لنا 0 زائد هذا المقدار اللي هو 34.56 على اي اي في اف اي سي، وبالتالي بتطبيق هذا القانون نقدر نحصل مقدار القوة الموجودة في منبر اي سي. لاحظ، ونطبق كذلك مقدار اي اي مثل ما معطيناه بالسؤال، فنحصل على اف اي سي يساوي لنا 6.99 كيبس. لاحظ اشارته موجبة، فيعني الفرضية اللي فرضناها احنا اخذناها يعني اتجاه الـ applied unit load، هذا الاتجاه يكون اتجاه صحيح، وهذا الاتجاه هو اتجاه tension، فبالتالي القوة الموجودة يكون tension او المنبر AC تتعرض للـ tension force. وبعدين نجي احنا ورا ما وجدنا هاي الفورس الموجودة هنا، راح بطريقة اعتيادية لسيمبل سيمبل تراس راح نحسب القوة الموجودة في باقي المنبرز، مثل ما خالفكم يعني على المنبرز.